الحديد لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد المنبر العلي المنبر العلي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الآية الكريمة تتضمن مجموعة من المضامين المهمة، أحاول إن شاء الله أن أمر بها. طبعا الأحياء هم المتلبسون بالحياة، والأموات الذين تفارقهم الحياة. و هل مسألة في واقع الأمر دار حولها نزاع كبير، أن الحياة هل هو شيء أو هل هي شيء مغاير إلى هذه الأنشطة اللي في داخل الجسم؟ يعني مثلا تحرك الدورة الدموية أفروه، تبدل الخلايا مثلا، الفعاليات اللي في داخل الجسم هي هاي الحياة؟ لولا الحياة شيء آخر غير الجسم، يعني بحيث إذا فارق الجسم تبطل هالفعاليات. هذا نزاع بين المدرسة اللاهوتية وبين المدرسة المادية. المدرسة المادية قد تنصرف إلى أن هذه الأنشطة اللي موجودة في داخل الجسم هي اللي تولد الحركة وتولد ما نسميه حياة. إذا ضعفت وتضاءلت عن أداء وظيفتها انتهى، خلاص مات الإنسان. الإلهيين لا، يذهبون إلى أن الروح شيء مغاير للجسم، وأن هذا الجسم تحركه الروح، والروح ليست هي عبارة عن الفعاليات، بل بالعكس الفعاليات هي أثر من آثار الروح. نبهي، أثر من آثار الروح. وإلهم على هذا أدلة كثيرة، أنا سبق الموضوع على ما أذكر في أكثر من محاضرة، أشبعت يعني استعرضت تماما بيش الشيء اللي ألفت النظر إلى أن مو بس إحنا نذهب إلى أن الروح من بعد الموت هي باقية وخالدة، لا، اليونان يذهبون إلى هذا الرأي، ولعله أيضا تلاقحت أفكارهم مع أفكار الشريان، لأن هذول في فترة من الفترات فلاسفة اليونان وفلاسفة الشريان وفلاسفة الفرس اجتمعوا في مدرسة جندي سابور في فارس على أثر حركة التهجير اللي قام بها جينون. الإمبراطور جينون هجر مجموعة من الشريانيين، اجوا ما لقوا لهم مناخ واسع لتقبل أفكارهم غير مدرسة جندي سابور، واليونانيين أيضا جستنيان ضغط عليهم، وكل هذا الضغط كان بدافع عقيدة. مع الأسف يعني الإنسان ليش يضيق بالعقيدة؟ يعني أنت إذا ترجع الآن إلى حركات الهجرة اللي أفقرت بلدانها من علمائها، أغلب الهجرات اللي صارت في مختلف أبعاد التاريخ
تلقاها بدفع عقيدة، هذا يخالف هذا بالعقيدة، ما يخلي العقيدتين اثنينهن يصارعا يعني يتفاعلا والبقاء للأصلح، لا هذا يخالفني بالرأي أطلعه برا، وأطلعه برا خارجه خلاص أهجره غير مرغوب فيه. يعني هاللون هذا إذا دل فإنما يدل على ضآلة الإنسان، أن الإنسان ما صار عملاق بعد إلى الآن، حيوان عنده غرائز تحرك غرائزه، وإلا لو عنده عقل وعنده طاقة فكرية واسعة لا ليش أضيق بالرأي الآخر، هذا رأي عنده وأنا عندي رأي، وخلي الآراء تتصارع والعالم ينتهي إلى الأفضل. أقرب لك المعنى، يعني دفرض الآن أكو سوق، هاي السوق تجي تزاحم بشنو شركة، والمحصلة شنو؟ المحصلة أن المستهلك يحصل على سلعة أجود وأرخص. هذه من النوع، أقرب لك المعنى، أفكار خليها تتصارع تتلاقح إلى أن يوصل العالم إلى فكرة طيبة راقية ترتقي به تصعد به. والفكر ما يقرع بغير الفكر، أنت إذا تريد تقرع الفكر بالقوة بالعكس تثبت للفكر، إذا ضغطت عليه الفكر ينمو على الضغط. العقائد علمنا، تجارب علمتنا أن العقائد تنمو على الضغط، العقائد أبدا ما تتضاءل بالضغط بالعكس تنمو ترتفع تتعمق. في ذولا طلعوهم مثلا ذولا نصاطرة وذولا يعاقبة أفرض، يطلعون النصاطرة مثلا هذول عندهم رأي خالف هذا الرأي طلعوهم، فجستنيان هجر اليونانيين وزينون هجر السريانيين، اجوا لقوا وين مناخ علمي رائع وفتحوا لهم صدورهم الفرس، وين في جندي أشابور، مدرسة جندي أشابور في القرن السادس الميلادي هذا الحجي. وبعد ذلك قسم من عدو هاجروا إلى بغداد. النتيجة أريد أقول أن اليونانيين بتلاقح أفكارهم مع أفكار أخرى كانوا يذهبون إلى بقاء النفس الناطقة، يعني أن الإنسان من بعد الموت مو خلص انعدم، لا لا لا، نفسه موجودة، الروح موجودة، اللي يموت الجسم، يعني بتعبير آخر أن الموت هو عبارة عن فراق الروح للجسم، مو الموت مو شيء يعدمنا، لا يفارق بين أجسادنا وأرواحنا، ما للتراب يرجع للتراب وهو الجسم، وما لغير التراب نعم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. في واقع الأمر أن مسألة بقاء الروح من بعد الموت مو ينفردون بها المسلمين بس، لا لا لا، غير المسلمين يذهبون إلى بقاء النفس الناطقة، أن الروح تلبس الجسد والجسد يلبس الروح، فإذا قلنا أحياء يعني من لبس الروح، وإذا قلنا أموات نعم يقتضي من فارقته الروح. ولعل مما يعين على تفهم هالمعنى أن إحنا أحيانا نشوف هاي الفعاليات اللي عندنا في أجسامنا إذا ما أكو توجه للروح ما تصل إلى هدفها. شلون؟ يعني أنت بعض الساعات قد تدور على شيء هو بحضنك، شيء بحضنك وتدور عليه لأن روحك ما متوجهة إليك، مع أنه تشوفه قدام عينك لكن روحك ما متوجهة، بس يصير التفات للروح تدرك أنه موجود عندك بحجرك، مما يدل على أن اللي يشوف واللي يحكم هو الروح، مو هذا البصر، العين عضو البصر وإلا البصر للروح، الأذن عضو السمع وإلا السمع للروح، اللي تسمع الروح واللي تبصر الروح واللي تتحرك الروح، وهي أعضاء كلها أدوات تحركها الروح. المسألة على كل حال تحتاج شوية بحث مفصل أطول، بس فتفكرة كمقدمة لشرح الآية. الآية تريد تلفت نظرنا لأمرين، الأمر الأول تريد تقول أن الأحياء نعم غير الأموات، الأحياء طبعا من تلبس بالحياة والأموات من فارقتهم الحياة، لكن هل المراد أن اللفظ يحمل على ظاهره لو إلى معنى آخر؟
سيجينا إن شاء الله خلال البحث. هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية اللي تريد تبينها الآية، تريد تضع عندنا مقاييس. شلون يعني تضع عندنا مقاييس؟ تريد تقول أنتوا لازم يعني يكون أكو عندكم مقياس تفرقون بين الحي وبين الميت، بين اللي يعقل وبين اللي ما يعقل، بين اللي عنده علم وبين اللي ما عنده علم، بين المجرم وبين الضحية. ها؟ ما يصير الضحية والمجرم سواء. يعني أنتوا إذا فرضتوا أن الضحية والمجرم اثنينهم تحكمون عليهم بحكم واحد، ها؟ ضيعتوا الحق وتمسكتوا بيش؟ تمسكتوا بلون من الفكر الأبلح، الفكر اللي يجب أن يفرق. أكو حدية، لازم يكون أكو حدية بين الحق والباطل، أن هذا قاتل ما يصير حكم حكم المقتول، هذا باطل ما يصير حكم حكم الحق. لازم تكون مقاييس. الإنسان ميشت المقياس، إذا ما عنده مقياس معناه ما عنده عقل، ما عنده تفكير. مع الأسف اللي عندنا إحنا الآن في تاريخنا تكاد تكون هالمقاييس يعني في مساحة كبيرة منعدمة. ما أريد أقول في كل تاريخنا لا، بس في مساحة كبيرة منعدمة. يعني أنت ما تستغرب لما تقرأ لك كلمة فيها الأيام وتشوف هالكلمة هذه تجي ترفع قدر الحجاج وتشيد بالحجاج وتتأسف ليش انظلم الحجاج. يعني احنا كنا يوم من الأيام نقول أن هاي قضية كانت في عصر من العصور اللي كانت الثقافة به قليلة وكانوا الناس بسطاء. واحد يقول طبيت إلى مسجد حمص شفت لي واحد قاعد يصلي والخطيب على المنبر يشتم علي ابن أبي طالب ويبالغ في شتمه، يقول اتذمرت أنا. علي ابن أبي طالب أول الناس إسلاما، علي ابن أبي طالب المجاهد دون الإسلام ودون المسلمين، علي ابن أبي طالب فرد شعلة من العطاء، شعلة من الهدى، من العطاء، من الفكر. علي ابن أبي طالب رقم ضخم في تاريخنا، ابن عم رسول الله، زوج ابنته، أبو الحسنين، مواقف الإسلامية كلها. تألمت، يقول وين تألمت؟ تألمت، قلت له هذا اللي بصف، قلت له ما شايف الدنيا وين واصلة؟ ليش هذا الرجل يشتم؟ شنو ذنبه؟ ها؟ يقول بكى. قلت له ليش تبكي؟ قال لي والله أخي الناس ما حد يسلم من ألسلتهم، لو سلم منهم أحد لسلم منهم أبو محمد. من أبو محمد؟ قل لي الحجاج يرحمه الله. يظهر أن الدنيا يعني بيها طبعا مو يظهر لا طبيعي، هذا حتما الدنيا أكو بيها نمط من النوع تكاد تنعدم عند المقاييس، وأكو بيها نمط لا والله واعي يفرق بين الحق والباطل ويفرق بين النور والظلام وبين العطاء وعدم العطاء. بس ما مقبول بحال من الأحوال، ما مقبول بحال من الأحوال أن نوازن بين الضحية والجلاد، الجلاد والضحية على حد سواء. وبعد ألعن من هذا يجون ليك تعال اعدم ذاكرتك واعدم ذاكرة التاريخ، شوي عفى الله عما سلف. لك هذا مش أحرق الدنيا، شنو عفى الله عما سلف؟ ما أعرف أنا شنو، وين راحت هاي الأمور؟ ها؟ وين؟ أين الحق وأين الباطل؟ أين ذاكرة التاريخ؟ أين ما ينبغي أن يكون؟ مصيبة يعني، هاي كارثة. يعني المجتمع إذا وصل إلى هالدرجة من البلاء، مجتمع لا يساوي شيء. أرجوك أنت تدخل وتجد مثلا سيدة عائشة زوج النبي يجتمع بها معاوية، تقول لويل لك من حجر وأصحاب حجر. حجر ابن عدي وأصحاب اللي قتلتهم ذولا كانوا من رهبان الليل، ذولا كانوا من الزهاد، من العباد، ذولا كانوا من القوامين لله عز وجل، ذولا كانوا على علم وعلى مجد وعلى عقيدة وعلى ديانة. شو تقول لله؟ شو راح تقول لله إذا قدمت عليه وأنت تقتل هؤلاء؟ ها؟ صور هذا موقف إلى قيمته، مو
تجي الآن أنت بالقرن العشرين في عاصمة الأمويين تدخل على قبر حجر يبين لك هؤلاء الشهداء فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان استشهد في عام كذا في عام كذا في عام كذا رضوان الله عليهم وقد قتلهم معاوية رضوان الله عليه. شريشة إذا ذولا بهالشكل شنو معنى رضوان الله عليه؟ هذا القاتل يمتى ينال حقه من التقييم؟ لازم نقيم، لازم يعني لازم يكون عندنا مقياس. الله عز وجل فتح لنا هالباب حتى نجذر المقاييس في تفكيرنا، يكون تفكيرنا بمقاييس متجذرة تفرق بين الحق والباطل، وإلا الإنسان إذا كان البناء كلها عنده سواء ما تقدر تسمي إنسان عنده حدية أو عنده عقلية. ما يمكن أنت تجمع بين الأموات والأحياء، ولا بين العلماء وبين غير، ولا بين المجرم وبين البريء. ممكن البين ما لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، ما يمكن دول مو كلهم على حد سواء. طيب هذا القرآن يصرخ آناء الليل وأطراف النهار لتجذير وتثبيت الحقيقة. الفكر الديني، الفكر العقلائي كله يصرخ ليل نهار ومو مؤثر، ما مؤثر إلى الآن، ما مؤثر إلى الآن. أقلامنا تمر تساوي بين الجلاد والضحية، إلى الآن أقلامنا تمر وتساوي الظلام بالنور عينا، إلى الآن أقلامنا تمر وتجيب لك واحد قمة تحطه إلى جانب واحد مثلا عادي جدا. سألوا للنسائي مسجد دمشق، قالوا له ما تقول في علي ومعاوية؟ قالوا الله أكبر، لهالدرجة وصلت الأمور يعني بحيث أصبح معاوية نحط بصف علي بن أبي طالب؟ قالوا له عجيب، هذا رأيك؟ داشوا بطنه برجليهم وسحقوا عليه لا انتهي بي الأمر إلى الموت طيب أرجوك شنو يعني ليش؟ هذا رجل الطرائية، رجل جاي يقولهم آخر أنتم لازم يكون عندكم مقياس، ما يصير أنتم تجون إلى قمة تساوها بالسبت. يعني مو مسألة عداء، لا مسألة تصرف عقلي. يعني المسألة أرجوك أن جملة من المؤرخين لا هو قرابة علي بن أبي طالب ولا هو عدو معاوية، ولا العكس لا هو قرابة معاوية ولا عدو علي بن أبي طالب. هذا مؤرخ يريد يوصل إلى الحقيقة فليقل كلمة الحقيقة، خلي يبرر، يقول هنا أكو قمة وهنا أكو سفح، هنا أكو حق وهنا أكو باطل هذا هو هذا معنى السلوك العقلي، هو هذا معنى التصرف الموزون، هذا هو اللي يحدد مكانة الإنسان. الله عز وجل بغض النظر عن كل العوامل يريد من عندنا تقييم الحق، تقييم موضوعي، فليكن الإنسان موضوعي. بس مو سهل، أنا أقول لك يعني مو سهل واحد تقدر تطلع من النصاب اللي عايش به. يعني هذا عايش في نصاب خاص بعائلة معينة على مذهب معين، درج على مدة من الزمن على فكر معين، مو سهل تطلع من هالأفق وتخليه يصبح حر ويبطي رأيه بشر أبدا. تأثر عليه طبقته، انتماء المذهبي، انتماء العقائدي. ولذلك احنا بأمش الحاجة إلى مؤرخ موضوعي، إلى كاتب موضوعي، إلى واحد يقود الوعي ويقود الحق ويبعد عن الباطل. إذا قاده الحق، لأن أرجوك الله عز وجل دائما يحط أيدينا على حقيقة، وهي أنه ما بعد الهدى إلا الضلال. وإذا لا والله أطلعنا من الضلال يعني طحنا في خانة الهدى. إذن الإنسان ينبغي أن يكون على وعي في هذا الجانب، أن تكون عند المقاييس نعم محفوظة. إذا ما صارت المقاييس محفوظة صارت الحياة فوضى، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. طيب نرجع إلى المعنى الكنائي اللي أرادت الآية الكريمة، قالت أن الأحياء غير الأموات. طبعا ما تريد الحياة بالمعنى هذا اللي نعرفه، لا تقصد بالأحياء هنا يعني القرائن المحيطة بالآية والأجواء، تقصد بالأحياء
الذين ينتفعون بما يسمعون ويقرؤون، والأموات الذين لا ينتفعون بما يدخل إليهم من الفكر. نبأ كأنه أكو واحد مهما حطيت إيد على علم وعلى وعي يظل قلبه ميت. هذاك هو أبدا يقرأ ويشوف أمامه وينتهي لا، سيمر علينا المعنى خلال البحث إن شاء الله، لكنه ما يبطل عن وضع اللي هو به. قل يا أخي إذن شنو فائدة العلم؟ يعني مو العلم، ليش الله عز وجل يعبر عن ذولة اللي يشيلون العلم وما ينتفعون به؟ كانوا عندنا العلم نوعين، أكو عندنا علم نسميه محمول وأكو عندنا علم مستعمل. العلم المحمول هذا اللي تأشر إلى الآية، مثله كمثل الحمار أو كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا على ظهر كتب ما نستفيد بها. واحد لا يستفيد بالكلمة، بالرأي، بالنظرية، بالحقيقة التاريخية، ويرتب عليها أثار، يعني عنده حدية. واحد لا ما عنده حدية. فالأحياء هنا مو المقصود بيهم اللي يمشون ويأكلون، لا، اتقد تلقى لك واحد يمشي على الأرض ويأكل وينام بس هو ميت، مو رحم الله بعض ودبانا. يقول نحن موتى وشر ما ابتدع الطغيان، موتى على الدروب تسير، موتى يمشي لكن ميت، أمشي لا وعي ولا فهم ولا تنبؤ ولا. طيب، فإذا أرجع للآية، الأحياء لينتفعون بما يسمعون، بما يقرؤون، بما يتفاعلون معه من الأفكار. الأموات لا، ميت هذا شو تخلي عنده من معلومات؟ بالنتيجة يرجع إلى وضع الأول. تقول لك هاي المعلومات اللي قريتها عليه من أنت، شو الفائدة منها؟ وانت حط لك مكتبة ضخمة وجاي تقرأ بها المكتبة، طيب هاي المكتبة ما تقودك إلى رأي، ما تقودك تصحح لك خطأ، تحطك في مسار صحيح. إذن شنو فائدة الكتاب؟ شنو فائدة العلم؟ شنو فائدة الأفكار؟ هذا الشيء اللي القرآن الكريم يريد أن يلفت نظرنا إليه. طيب، تقول آية وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. وتأمل الباري عز وجل يسمع من يريد إسماعه وهو عند استعداد. في هذا المعنى الله تبارك وتعالى يسمع، يعني الله يبلغ وحاط قابلية عند هذا واحد يستعمل قابليته، واحد ما يستعمل قابليته. هسه تمام، لاحظ اكو اثنين تلاميذ يطبون للصف، واحد اثنينهم على وعي، اثنينهم على معرفة، على اطلاع، على استعداد، يحطون قدام مدرس، واحد يريد يستعمل ذهنيته، يريد يستعمل قابليته، جاي يطلب علم، واحد لا يقعد يقضي الوقت يلعب يعبث، هذا ما يستفيد، هذا يستفيد، هذا يطلع مستوعب الدرس ومستفيد، وهذا ما مستوعب الدرس. هاي عينا من النوع، الله يسمع ما يشاء. الله يعني من يشاء شنو؟ مو يعود لله حتى نستفيد من الجبر، لا، يسمع من يشاء السماع، يعني الإنسان اللي يريد يسمع. نبه، أكو واحد هو يريد يسمع، واحد ما يريد يسمع، صم إذنه خلاص ما مشغل مخه، عنده مخ بس ما مشغله، مخ أكو عنده بس ما مشغله المخ أبدا. طيب، خلي نجي هنا إلى نقطة. النقطة شنو هي؟ النقطة اللي أقول لك أنه قد نمر بها إحنا وما نرتب عليها أثر، وهي أن إحنا كمسلمين أكو عندنا في تاريخنا العملي الآن إحنا نستعين بالله عز وجل ونرفع دائما شنو؟ نرفع أيدينا وبيها جاه الأنبياء وجاه الأولياء اللي تشوف عندنا، نقف على قبور الصالحين. زين، هذا شنو محل مكان من الشرع؟ شنو مكان هذا من الشرع؟ ما هو يعني أنا عندما أقصد قبر الرسول صلى الله عليه وآله وأقف وأطلب من الله عز وجل قضاء حوائجي بحق هالجاه الكريم،
أو أقف على قبور الأولياء والأئمة وأطلب من الله عز وجل، أستعين بالله وأجعل الجاه على يدي أرفعه إلى الله. طيب هذا شنو؟ هل عمل أكو بما ينافي الدين أو لا؟ أولا خلينا نعرف الدين هو شنو. إحنا الدين أمر توقيفي، يعني الدين هو مو قلادة نحطها برقبتنا، لا، الدين نصوص. منين نأخذها؟ من القرآن ومن السنة. السنة النبوية الشريفة منين نأخذها؟ نأخذها طبعا من الرواة الموثوقين الصحيحين، ولذلك إحنا إذا عندنا رواية نجي نبحث عن الراوي شنو هو أولا، عن السند، أن هذا الراوي موثوق لو مو موثوق، مشتريته سلطة لو ما مشتريته سلطة، أكو واحد مأثر عليه، أكو بدهنا شبهة لو لا، ندرسه دراسة، لأن أنا أريد أوصل للدين والدين ما أقدر أوصل إليه بسهولة. أخوك دينك فاحتط لا، أنا لما أريد أوصل إلى الدين كن أخذ من طريق نظيف صحيح، كن أخذ، ما يصير أجي إلى مغفل أو أجي إلى واحد يباع ويشرى أو أجي إلى واحد جامد ما يعقل، لا، لازم أدرس أحواله. أي ناحية؟ ناحية ثانية كن أدرس هذا اللي يروي لي مضمون الخبر اللي يجيب لي، هذا المضمون صحيح يلتقي مع القرآن الكريم، يلتقي مع السنة النبوية الشريفة، مضمون مقبول قبل العقل لو ما يقبله، لأن العقل نبي من الداخل، والنبي عقل من الخارج. إذا أنا لما أريد أخذ الدين منين أخذه؟ أخذه من الطرق الصحيحة. خلينا نجي الآن للصحابة رضوان الله عليهم، شوف الصحابة شنو كان موقفهم حول هذا المعنى، هذا التاريخ بين أيدينا. الصحابة كانوا يستشفعون بالنبي، يتوسلون به في حياته وبعد وفاته، وفي حياة النبي ما نهاهم، وهذا سنة، إذا ما نهاهم يعني هاي سنة أقرهم عليه، ولو كان هذا منكر، لو كان هذا يخالف الدين كان قالوا النبي لا، لا تتوسلون إلى الله به، مو الشكل. طيب فنلاحظ أن ذول كانوا يتوسلون دائما بالنبي صلى الله عليه وآله إلى الله، والنبي يقرهم على هذا في حياته وبعد وفاته. زين، أي ناحية؟ الناحية الثانية خلنا نرجع للمأثورات، نرجع إلى المأثورات نشوف أكو عندنا من المأثورات في هذا الباب شيء. زين، هذا بلال الحبشي رضوان الله عليه، من خيرة الصحابة، مؤذن المسلمين. بلال أصاب المدينة قحط، أنا عندما أنقلك من كتب الصحاح الموثوقة، يعني ما أعتمد على كتاب عدو من لكل المذاهب. بلال يجي أيام القحط الشديد، أصاب المدينة قحط، إجا بلال وقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أدرك أمتك فقد هلكوا. هاي الأمة الآن أصابها قحط، وصار عندها يبس، صار عندها عدم وجود زراعة، ظنت عليهم السماء. وبمرأة من الصحابة ما حد رد عليه ولا واحد أنكر عليه، توسل إلى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وآله، والله تبارك وتعالى لو أراد منعه لكان ألهم الصحابة مثلا أن يردوا، أو لا أنزل له ردا على حياة النبي يردع أمثال هذه الحالات المنتظرة. إذن كانوا الصحابة يقرون هذا المعنى وهو الوقوف على القبر. أي اثنين، الخليفة عمر بن الخطاب نفسه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن آدم لما ارتكب خطيئته، لما ارتكب آدم خطيئته سأل الله، قال إلهي أقسم عليك بحق محمد إلا ما غفرت لي. صل على محمد وآلي محمد. طيب شنو معنى هذا؟ يعني استشفع، يعني نفس الخليفة يروي أن آدم عليه السلام استشفع إلى الله عز وجل وتوسل إلى الله بنبيه برسوله. جن حج المنصور الدوانيقي،
المنصور الدوانيقي أيام خلافته جاء إلى الحج. لما وصل إلى المدينة المنورة اجتمع بمن؟ بالإمام مالك. قال له أنا أريد أروح إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله، ما أدري عندما أدعو أتوسل أجعل وجهي مقابل القبلة؟ يقول لا، مقابل قبر الرسول. التفت لمالك قال له ولم تعرض بوجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ اذهب فاستشفع به إلى الله عز وجل واسأل الله ذلك فالله سيشفعه فيك. نعم، وجود الموقف وينقلوه تنقله معظم كتب الحديث المتعلقة بهذا المعنى، يعني سنن الدارمي موجودة، نعم صحيح البخاري موجود، سنن الكبرى للبيهقي، أي إحياء العلوم للغزالي، نعم مربي الغزالي يقول الموت لا يعدمنا يفرق بين أرواحنا وأجسادنا، الأرواح باقية، فهذه عندما يقف عليها الإنسان ويخاطب معناه ميت، لا قد تشفع إلى الله في قبول دعائه وقضاء حاجته. طيب إذن لما نريد نرجع إلى المأثورات، نلاحظ أن المأثورات الإسلامية كلها تشكل رافد كبير يوحي بأن هذا العمل محبوب وبأنه غير مبغوض إلى الله عز وجل، وبأنه في أيام النبي أقره والمسلمون قاموا به وكانوا يقفون على القبور يطلعون المسلمين إلى قبور شهداء أحد. بس أريد أبين أن هذا المعنى توسل، التوسل إلى الله ورفع الجاه باعتبار أن الأولياء أناس مقربون إلى الله، يعني ولا مو يضرون ينفعون من دون الله، ما حد عندنا يقول أن الولي يضر وينفع من دون الله أبدا، الحسين أو علي بن أبي طالب أو الأنبياء هم بحاجة إلى رحمة الله، بحاجة إلى عطاء الله، هم يضرعون، هم عبيد مفتقرون إلى عطاء الله، ما عندنا واحد يقول أن هؤلاء يضرون وينفعون من ذواتهم أبدا، إنما نقول أنه إلهم جاء عند الله عز وجل، وكأنه من باب التشجيع على الانخراط في ولاية الله أن الواحد من عندنا يعرف أن الولي إلى قرب عند الله، فلذلك يتقرب بالولي إلى الله، كل ذلك دفعا للناس إلى سلوك طريق الولاية والتقرب إلى الله عز وجل. نبه، وإلا الإمام أو النبي ما عنده في حد ذاته قدرات أو إمكانيات خارج إرادة الله وعطاء الله، كلا وألف كلا. إذن ما عندنا مسلم في عمله هذا يتصور أن أكو واحد راح يشارك الله عز وجل في أفعاله أبدا. بشيء من التأمل إحنا ليش، فإذا كان كذلك إذن ليش السطحية رأسا بمجرد أن يجي هذا ومملوء لهفة هذا الحاج أو الزائر ويريد يوقف يم قبر رسول الله ويستشفع إلى الله بس يدير وجهه تقول كأنه هذا بعير مو آدمي، ليش يعني ليش ما أعرف، يعني هذا المعنى ما ينبغي أن يحدث في مؤسسة نعتبرها أمنا الفكرية. نعم، يعني أنت تصور هذا المكان اللي دفن به رسول الله صلى الله عليه وآله والكعبة الشريفة، هذه هي مهد، هي أساس حضارتنا، مهد فكرنا، هي مجدنا، هذه المؤسسة الأولى والأخيرة اللي نتوب إليها، اللي منها انطلق صوت بلال، منها انطلق الفكر الإسلامي، منها انطلقت حضارتنا. ما يصير في أمام أعين الناس إحنا هنبع هذا الثر من الحضارة، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله والكعبة الشريفة، أنا بمجرد التماسي للحجر أو بمجرد توجه إلى قبر النبي رأسا أنت دبيت علي هاللفظة أو طيتني هالوشام، هذا وشام الشرك؟ لا، هذا المعنى بعيد عن الروح الإسلامية، يعني ضروري يعاد النظر في هذا اللون، ضروري يعاد النظر في هذا اللون من التوجه. أطلق للمسلم شنو؟
حرية الاتصال بالله. الله رب القلوب، الله رب المشاعر. أنا متوجه إلى بمشاعري وجاي إلى وأنا مؤمن موحد، ما يمكن في يوم من الأيام أشرك بوحدانية الله. رب إلا ما جد في طاعاتك، إنني بائس إلى رحماتك وشفيعي إليك، أني لم أشرك ولو ساعة بوحدة ذاتك. زين، إذن أنا كمسلم ما أشركت يوما بالله عز وجل أحد فيه في كل فعالية من الفعاليات، فليكن مثلا لأتفه الأمور أنا أعد في عداد المشركين. طيب، فالآية تقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. هذول مثلا اللي يقرؤون هالنصوص غير يرتبون عليها أثار، تقول لا يا أخي منتهي كلها قرأتها غير ترتب عليها أثار. بعدك أنت ذاك أنت، خلي أقرب لك المعنى بمعنى آخر. 20 كتاب كتب بأن عبد الله ابن سبا شخصية وهمية ما إلى وجود، لك وفرض موجود عبد الله ابن سبا فد واحد يجي يريد يدش في صفوف المسلمين، جاب قضايا. طيب المسلمين الباقيين عندهم 20 مثل عبد الله ابن سبا، مو الشكل هذولاك ليش مو مشركين؟ هذول مشركين ليه؟ لأن عندهم عبد الله ابن سبا. أدري خوفد واحد يهودي جاب أمة، شنو علاقة الأمة بالموضوع؟ دور يهودي، يعني إذا واحد صار يهودي في أمة معنى الأمة صارت كلها يهود؟ ما أدري منين إجا؟ منو قال لك أن هذولا أخذوا بأفكاره؟ يقول بلا، هذولا جابوا هاي فكرة الوصي علينا قال وصي النبي، هاي جابوها من عبد الله بن سبا. غريبة، وأنت تروي، أنت تروي في واقعة الدار لما نزل قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أنت تقول أن النبي جمع بني هاشم وبني الفاضل وقالهم من منكم ساعدني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووزيري وخليفتي من بعدي ووصي. بهالتعبير قام لعلي ابن أبي طالب ثلاث مرات أمسك من عنقه قال هذا أخي وصفي ووزيري خليفتي من بعدي ووصي. أنت تروي الرواية ومع ذلك غير ترتب عليها أثر الرواية. إيش أنت بدك تقول أن النبي إيش قال له؟ شنو تقول لي عبد الله بن سبا جابه؟ الكلام يعني غريب، يعني ما أفهم. زين أرجوك هذا يشغل عقله، هذا يشغل فكره، يشغل مشاعره، وهذا مو موت، هذا موت للفكر. ويومية وتتردد المعجوبة عبر التاريخ من 14 قرن. صحيح إحنا فهمنا أن حتما أكو وراها مصلحة، حتما أكو دكان مفتوح هنا، لكن دكان فادح، هذا دكان فضيع على حساب وحدة المسلمين. دكان ينفتح، دكان ينفتح على حساب أمة النبي، ينفتح على حساب فكر النبي. لا لا، هاي جريمة بشعة. يعني إذا الشارق يسرق لشرقة هكبرة وتنقطع إيده وينقطع أحيانا أعضاءه، واحد يسرق المودة من قلوب المسلمين على بعضهم بعض، هذا ينبغي أن يقطع عربة عربة. المسلم ليش أهل لا إله إلا الله؟ أنا أجي أخلي على إخهم ملغومة لماذا؟ فإذا الآية تقول إن الله يسمع، أما أنت وما أنت بمشبع من في القبور. طيب خلينا نرجع للمقطع الثالث، وما أنت بمشبع من في القبور. قد يقول قائل أن النبي خاطب أهل القبور، تشمعنا الآية تقول وما أنت بمشبع؟ هذه شبه الكفار بالموتى الذين بالقبر، وإلا مو معناه اللي بالقبر ما يسمع، لا يسمع. شلون؟ أشابه لك رسول الله صلى الله عليه وآله مر بنفسه يوم بدر على قتل المشركين وهم بالقليل، قالوا إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ واحد من أصحابه قال يا رسول الله إنك تكلم أموات، قال والله ما أنتم بأسمع منهم. لا دول يسمعوني بس ما يقدروني يجاوبون. نبه مو مر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقف على الجبان، مؤرخين يقولون قال السلام عليكم يا أهل الغربة، ما
السلام عليكم يا أهل الوحشة، السلام عليكم يا أهل الوحدة. أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما النساء فقد زوجت. هذا مو شان هذا اللي يشغلكم بالدنيا، شان يشغلكم بالدنيا غير هذا؟ بيت أنتوا تسكنونه هذا كان يشغلكم بالدنيا، هذا اللي كان يشغلكم بالدنيا بيت تسكنوا، أموال تسعون في طلبها، زوجة تأوون إليها، هذا الشيء اللي كان يشغلكم يلهيكم يشغلكم، هذا خلافكم راح. أموالكم وزعوها، نشاءكم تزوجت، دياركم نعم سكنت. هذا خبر ما عندنا الآن، الخبر اللي عندنا بالساحة هذا، أموال راحت ونساء أخذت طريقها إلى أزواج وبيوت سكنت من غيركم تسعدكم. قال لو أذن لهم لقالوا إن خير الزاد التقوى. هم يسمعون لكنه ما يؤذن لهم بالكلام، الأرواح لا يؤذن لها بالكلام، وإلا لو أرادت أن تتكلم لتكلمت. نعم الله عز وجل يعني مثل ما قلت لك أنا الكلام للروح لكن اللسان عضو النطق. الله عز وجل في الدنيا أعطاه الصفة الهيئة أن ما ينطق إلا إذا عند لسان، ولا مو معنى ذلك يتعذر أن تتكلم الروح، لا لا، لأنه لابس جسم مثالي والجسم المثالي يمكن أن يخرج الله منه الصوت. مو الله عز وجل نادى موسى من جانب الطور الأيمن، ها من الشجرة كان يخرج الصوت، مثل ما يضع الصوت باللسان، اللسان شنو عضو قطعة من اللحم، يمكن أن يضع في غصن من أغصان شجرة، يمكن أن يضع في وسيلة أخرى في آلية أخرى. إذا لو أرادوا الكلام لتكلموا، النبي يقول لهم والله ما أنتم بأسمع منهم، ذولا يسمعوني. بس احنا حتى عندنا ورد بالروايات ان الميت اذا وضع بالقبر يسمع اصوات خفق النعال حول قبره. الشهاي على رايين، الراي الروحي يعلله بان الله عز وجل يعطيه قدره على السمع، الراي المادي لا، يقول خلايا المخ موت مو ما تموت بسرعه، تظل يومين ثلاثه يلا تموت تتلاشى. يمكن ان يسمع لكن لا يقوى، يصيح ارجعوني لعلي أعمل صالحا. يا ربي ارحمنا برحمة، إن شاء الله أن يرحمنا برحمة. في يسمع ما في شك، النبي صلى الله عليه وآله يقول والله ما أنتم بأسمع منهم، يعني هم يسمعون. وكذلك أكثر من موقف وموقف يدل على هذا المعنى عندنا في تاريخنا وحضارتنا. أما النبي عندما تخاطب الآية وما أنت بمسمع من في القبور، تقصد بالمعنى الكنائي مو المعنى الظاهري هذا، لا، كأنه أكو واحد هو يعيش في الواقع، يعيش في الدنيا لكنه عايش بقبر. ويقول واحد من الشعراء أرى الموت يحييكم، وبعض الذي مشوا على الأرض لو فكر يمشي بهم قبره، تشد بهم للطين سود فعالهم، وتشمو بكم للنور أمثلة غر، كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح، هذا هو العمر. في واقع الأمر أكو واحد يمشي هو القبر، قبر من العصبية، واحد تلقى عنده قبر عصبية، مضام روح داف الروح بقبور عصبية، قبر من الهوى، قبر من الطمع، قبر من الشبهات، هذول عايشين بقبور داخل قبور مو محررة أرواحهم. لا تقول له الآية للنبي هذول ما تقدر تسمعهم لأن هذا ما مستعد يفتح إذنه لسماع صوتك، ما يسمع صوتك، أنت ما تسمع من في القبور، وإلا الله عز وجل لو يشاء لأسمعهم. يعني الله سهل لهم وعطاهم وسائل السماع ويسر لهم كل شيء وعطاهم القابلية، هم ما يردون يستعملوها، يسوي له هو نفسه يجني على نفسه، والله لا يغير ما فيه حتى يغير هذا، إن الله لا يغير ما بقول
حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما أنت بمشمع من في القبور. وهي بالفعل والله العصبية قبر والله. والله الهوى قبر. الشبهات قبر تدفن للإنسان. إذا القبر يدفن الجسم لا، هذا قبر العصبية يدفن الروح يدفن العقل، يدفن للعقل دفن. على شف أنت بعض المواقف تلقاها تتحكم بها هذه العوامل بأجمعها. غريب، أنا أجي مثلا أشوف أكو أمر صريح واضح للنبي، هذا الأمر الصريح مثلا واحد من العلماء شفته يقول هذا الحنك ماكو واحد من يوقف يصلي، يشوف طرف العمامة يأخذ من الجانب الأيسر، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وقف إلى الصلاة عمته الشريفة يأخذ حنك على الجانب الأيسر يتحنك به، يقول هاي اللي عليه السنة. ولكن لما رأينا الروافض يعملونه تركنا. لا يا أخي، يا أخي أنا دي أتبع سنة الرسول، أنت أنا أخو شو اللي مسوي بيك؟ بك أنا أخوك، أنا أخوك بالسراء والضراء، ما تخلفت عنك يوم من الأيام، لا في قضية مشرفة ولا في قضية قومية ولا في قضية أبدا، أنا إلى جانبك. أضلاعنا تعانقت على الحراب ودماؤنا اشتركت. طيب وأنا ما أكلمك من منطلق ضعف، ما يهمني وجودك وعدم وجودك، لكن أكلمك من منطلق إسلام، أنا أخوك. طيب ليش هذا لما عمله تركنا؟ ليش مو هذا مو بخطك مو بدربك؟ هذا الشيء اللي يخليك أنت تعرف أن الدنيا مع شديد الأسف. يعني هذا لو واحد جاهل ما يخالف عذره، أقول والله هذا جاهل، وانت عندك علم. هذا ايش عنده؟ عنده قبر من العصبية، عنده قبر من الهوى. بينما لا والله العقل المنفتح يقول اطلب الحكمة. منين اخذها؟ من ضالة الحكمة، ضالة المؤمن وين يلقاها ياخذها؟ خصوصا اذا من واحد من اخوك وطريقة نفس طريقك. فاعود للموضوع. فإذا كان كذلك إذن من في القبور يسمعون، شو نقول له إحنا للحسين لما نوقف عليه بالزيارة؟ نقول له أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. يعني مو متعذر عليك لو أردت، لكن الله لم يأذن لك بالإجابة، وإلا أنت تسمع. وفعلا أنا عندما أقف على قبره وأزوره ما جاي أكلم ميت، لا لا، جاي أكلم من يسمعني. وشي أقول له؟ جاي أطي مرتبة العبودية، أقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى آتاك اليقين. أرجوك هاي المفاهيم شنو اللي بيها ينافي الخطوط الإسلامية؟ أقمت الصلاة، آتيت الزكاة، أمرت بالمعروف، هاي أكو بيها شبهة غلو؟ أكو بيها شبهة عبادة؟ أبدا. كل ما بيها شهادة لهذا الرجل بأن على الخط الذي رسمه الله عز وجل، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وشلون أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ كلف ثمن غالي. مو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، كلفه ثمنا غاليا. شنو الثمن؟ وصل الأمر إلى درجة أن قدم الرضيع اللي إلى من العمر 6 أشهر، أي آخر رجع إلى الخيمة، شاف النساء تتلاعى، سأل أخته، قاله خي أنا قبل دقائق قلت لكم لا يكون واحد من عدكم يبكي، خلي البكاء أمامكم. قالت لا أبا عبد الله، لما ناديت ألا هل من ناصر سقط رضيعك إلى من المهدي إلى الأرض. قال أخي علي بك، كأنه يريد أن يلحق بأهله، جيب لي خلي هذا خليه ويا سجل الضحايا. فعلا طلع بي وهو يتحرك على يديه، رجع به وقد وضع يده تحت منحره حتى امتلأ الدم عبيطا،
صحر بان خذي ولدك مذبوحا رباب خذي ولدك مذبوحا. أخذت ورجعت به إلى الخيمة حملته على صدرها وهي تجول به حول المهد والمهد خال. يدي انقل الحر ملو ياك قدر بسهم عليك ورماك خيب رجايا الجان برباك داهلة تهز المهد تتصور أن طفلها في المهد مدهوشة. يا ابن الرضيع الفطمة النبلة يا ابن بوريدة وانقطع حبلة يا ابن عصمك تدرس وتبلى. أمر الحسين بأن يدفن رضيعه بقبره هاي وراء إلى جانبه. تقول الزيارة قتيل يرق له من يرى ولده عند رجله. الإمام زين العابدين أول سؤال يطفح على لسانه لما وقعت عينه على المنهال يسأل للمنهال يا منهال ماذا فعل حرملة؟ قال شيخي حي يرزق. قال اللهم أذقه حر النار اللهم أذقه حر الحديد لأن هذا أحرق قلوب الفاطمين. كم رضيع لك في الطف قضى عطشا يقبض بالراحة راحة أرضعته حلم النبل دما. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم يا ولي العافية من على مرضانا بالعافية والشفاء يا الله. اللهم اقض حوائجنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. المؤسسون تقبل أعمالهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.